تبول بالفراش هو حالة شائعة بتصيب الأطفال. تبول لا إرادي ممكن يتوقف من تلقاء نفسه، وممكن يتأخر بسبب حالة طبية أو ضغوطات نفسية عم يمرق فيها الولد. لازم نعرف كيف نتصرف مع أطفالنا لنساعدهم على حل هالمشكلة. خبروا الطفل أن التبول اللا إرادي طبيعي وكتار بيعانوا منه. قروا مع ولدكن عن هالموضوع وتعاونوا معه ليلاقي أساليب لمساعدة حاله، مثل عدم الشرب قبل موعد النوم. نتجنب الحديث عن الموضوع خلال النهار، وخاصة قدام إخواته بالبيت. تنمر على الولد بهالموضوع ما بيفيد، بل بيأزم المشكلة وبيخليه يشعر بالذنب. ساعدوا ولدكن بتغيير شراشف السرير، وتذكروا إذا حافظ على جفاف الفراش تمدحوه وتقدموا له مكافأة. إذا بقي طفلنا عم بيعاني رغم المحاولات والتشجيعات، الأفضل استشارة الطبيب.